أهلا بكم وموجز لأهم الأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبروندي، مشددا على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين. جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس جمهورية بروندي على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ناداشيمي أشاد بالتنظيم الناجح للقمة العالمية للمناخ وبتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور الحيوي الذي تقوم به تنزانيا كإحدى الدول الفاعلة في أفريقيا وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة. وأكد الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس تنزانيا سامي حسن على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، خاصة على صعيد الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها إنشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية. ومن جانبها أكدت رئيسة تنزانيا سامية حسن على عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربة عن التقدير في هذا الإطار لما تقدمه مصر لبلادها من دعم فني في مجال بناء القدرات على مدار السنوات الماضية، مع الإشادة أيضا بنشاط الشركات المصرية في تنزانيا ومساهمتها في جهود التنمية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية، مشيرا إلى أنه سيؤكد ذلك مطلع العام المقبل. وخلال مؤتمر صحفي تعهد بايدن بمنع عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وذلك باستخدام جميع الوسائل القانونية. وأوضح بايدن أن الانتخابات النصفية كانت يوما جيدا للديمقراطية في الولايات المتحدة وشهدت مشاركة واسعة، مؤكدا أنه لم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين كما توقعوا، مضيفا أن الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية. قالت مديرة الوكالة الأمريكية للأمن الإلكتروني إنه لم يتم رصد أي دلالات أو دلائل على حدوث تدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وفي بيان لها أضافت استيرلي أنه لم يتم رصد أي عملية لمسح بيانات تصويت أو فقدان أصوات أو تغيير فيها، كما لم يتم رصد أي عمليات ابتزاز في أي دائرة من الدوائر الانتخابية بأنحاء الولايات المتحدة. قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إن الجيش الروسي تكبد خسائر بشرية تقدر بأكثر من 100,000 جندي سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا. وأشار ميلي إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت على الأرجح من مستوى ممثل من الخسائر في الحرب، لافتا إلى أن 40,000 مدني أوكراني قتلوا أيضا على الأرجح في الصراع منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير الماضي. قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تيمبلاي بأن كبار مسؤولي الأمم المتحدة سيجتمعون مع وفد روسي في جنيف غدا الجمعة لمناقشة مستقبل الاتفاق الموقع بشأن الحبوب الأوكرانية. وفي تصريحات لها قالت المتحدثة أنهم سيواصلون المشاورات الجارية لدعم جهود الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن التنفيذ الكامل للاتفاقيتين الموقعتين لتسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية والروسية، اللذين من المقرر أن ينتهي سليانوما في 18 من نوفمبر الجاري. يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم خامس جلساته لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك في جلسة عامة دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وينص الدستور اللبناني على فوز المرشح الذي يحصل على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوا بالمجلس في الجولة الأولى للانتخابات. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذا العدد تجرى جولة جديدة وثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا. تأهل فريق ليفربول إلى دور 16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد فوزه على ضيفه ديربي كاونتي بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد في إطار الدور 32 للمسابقة.
وفي إطار الدور ذاته ودع فريق أرسنال وتوتنهام البطولة بعد خسارة الأول أمام برايتون بنتيجة 1-3 وهزيمة الثاني أمام نوتنغهام فورست بنتيجة 2 دون مقابل. كما تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور 16 للبطولة بعد فوزه على ضيفه تشيلسي بهدفين دون رد. مشاهدينا انتهى الموجز، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.